في إطار أشغال الاجتماع الوزاري للقمة الخامسة للاتحاد الإفريقي للاتحاد الأوروبي، مباحثات لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريتا ونظيره الهولندي الثلاثاء بأبيجون. خلال هذه المباحثات تدارس الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك والدفع بالعلاقات بين البلدين. I think it is important that Morocco and the Netherlands deepen. أظن أن تعميق العلاقات المغربية الهولندية أمر هام جدا. بهولندا جالية مغربية مهمة، وبالتالي نحن ملزمون بتعزيز علاقاتنا بشكل أكبر والنظر في الفرص والإشكاليات المطروحة. هذا الاجتماع الوزاري شكل أرضية للحوار بين المسؤولين الأفارقة والأوروبيين بغرض إعطاء دينامية للشراكة بين الطرفين. على جدول أعمال هذه القمة التي تنطلق اليوم تحت شعار الاستثمار في الشباب من أجل مستقبل مستدام، ملفات تبحث قضايا السلم والأمن والحكامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والهجرة والتنقل والاستثمارات والتجارة وتطوير الكفاءات وإحداث فرص للعمل.